وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ الذي يظهر أن نبعناهم مرة غير مرة أن هذا لا يصح، لأنهم قتل النفس. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عدل به يوم القيامة يسعى فيه إلى يدهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه حتى اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء الصيف هذا غلط لا يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإنشاد والنصيحة من دون هذا الأمر.